أكد رئيس جامعة قناة السويس ناصر مندور أن القوافل الطبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي لخدمة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد رئيس الجامعة أنه خلال شهر يونيو توجهت 6 قوافل طبية تشمل كافة التخصصات لخدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة الاستمرار في الدور التوعوي والتثقيفي داخل كليات الجامعة وخارجها. الجامعة بتهتم جدا بموضوع القوافل الطبية والقوافل حتى البيئية والصحي البيئي. احنا بننظم غالبا في العام فوق 50 قافلة طبية لجميع مناطق الإسماعيلية والقرى والنجوع في إسماعيلية، كمان بتطلع قوافل للشمال وجنوب سيناء ومحافظة السويس. الفترة السابقة كانت فترة نشاط بتاعت القوافل الطبية.